الشحنات توصل من المصانع إلى المطار، يتم شحنها إلى المواقع، واحد منها الموقع هذا. طبعاً هي تجي في صناديق خاصة يكون فيها ثلج جاف. هذا واحد من الفريزرات درجة حرارته 86 تحت الصفر، هذه تشيل إلى 70,000 جرعة، يتم حفظها فيها تقريباً إلى 6 شهور. لما يجي وقت استخدام اللقاح نطلع الكمية اللي احنا نحتاجها، توضع في ثلاجات عادية درجة حرارتها 2-8، تجلس في الثلاجات هذه حوالي 3 ساعات حد ما تذوب اللقاحات. جاهز الآن بعد ما عدت مرحلة الذوبان، يتم قلب زجاجات اللقاح 10 مرات. هذه المرحلة الأولى من تحضير اللقاح، يتم إزالة أغطية اللقاح وتعقيم أنبوبة اللقاح. بعد التعقيم يبدأ تجهيز اللقاحات بناء على العدد، العدد هنا 24، يبدأ معي يخففه بالمحلول الملحي الموجود هنا. آخر خطوة من التجهيز هي التقليب المرة الأخيرة بعد ما ضفنا له المحلول الملحي. الحين عند محمد بنجهز الليبلز، يحتوي على تاريخ اليوم ووقت التحضير ووقت الانتهاء ورقم الفايل. شغلنا دقيق سواء داخل المختبر أو في العيادات، علشان كل الأشخاص اللي بيجون ويأخذون اللقاح يأخذونه بالشكل الصحيح والجرعة الصحيحة. نتعامل مع كأنه لنا، لبيتنا، لأحبابنا في المنزل. نتمنى لهم دائما الصحة والعافية. الهدف من اللقاح هو الوصول لمناعة جماعية عشان ترجع الحياة الطبيعية إن شاء الله.